بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. معادنا النهارده مع الجزء الثاني من الاصحاح الثالث من سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي. الجزء الثاني بيتكلم عن رساله لملاك كنيسه اللاوديكيين، كنيسه لاوديكيا. هنقرا مع بعض النص. واكتب الى ملاك كنيسه اللاوديكيين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بدأت خليقة الله، أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا. هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبأس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من الناحية التاريخية، كنيسة لاوديكيا دي بتشير للفترة الأخيرة، في الأيام الأخيرة، في ظهور ضد المسيح وفي إطلاق الشيطان لكي يعمل. وهي من الأساس كلمة لاوديكيا بتعني حكم الشعب، يعني الكنيسة هنا لما بتساير رغبات الشعب، يعني الشعب مثلا عايز، مش عايز، الأصوام تعبته مش عايز يصوم، خلاص الكنيسة تلغي الأصوام. في ناس بيقبلوا الناس اللي هم الشواذ الغير طبيعيين وبتاع، فالكنيسة تروح قبلاهم ومباركاهم وتديهم الأسرار إلى آخره. من هنا بقى بنفهم ليه ربنا بيطلق الشيطان في الأيام الأخيرة، وكأن ربنا عايز يقول للناس جربوا معنى الاستعباد للخطية وللشيطان وهتندموا وتفهموا ليه أنا من الأول كنت منعتها عنكم، وربما ده يقودكم إلى الندامة وإلى التوبة. عامة كنيسة لاوديكيا بتشير لكنيسة الأيام الأخيرة اللي هيسود فيها الفتور وهيكثر فيها الارتداد، اللي هي قال عليها السيد المسيح ولكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، وقال أيضا متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. فسمت هذه الأيام الأخيرة هيبقى في نقص في المحبة، محبة لله، محبة للناس بعضها وبعض، وهيحل الشيطان في الأيام الأخيرة ديت اللي هي تسبق مجيء السيد المسيح. ونرى صراعات على المادة حتى بين الأخوة، والناس تتسابق وتجري وراء الشهوات العالمية. ومن الناحية الروحية بقى، الكنيسة دي تشير للفتور. وهنا بقى أنا عاوز أقول شوية تعريفات عشان لما نتكلم نبقى فاهمين بعض. وهي يعني إيه واحد يقول ده هو حار؟ حار يعني مملوء بالروح، يعني مليان حرارة، في غيرة وفي محبة ربنا وفي لذة في العشرة مع الله، وعشرة ومحبة لكل الناس حتى الأعداء. طب الفاتر، الفاتر ده اللي هو إنسان كان حار، كان مليان حرارة، وبعدين بعد عن ربنا، بعد عن مصدر الحرارة، فابتدى يبرد. ولسه ما بردش، يعني هو لسه في مرحلة الفتور، يعني لو محصل كده ولا محصل كده. البارد بقى ده اللي هو يعني ايه، ممكن واحد ما يكونش سمع عن ربنا، زي شاول الترسوسي مثلا، او زي موسى القوي في ايامه الاولى قبل ما يتوب. يعني ما كانش ده بقى الناس دول ربنا نفسه بيسعى وراهم ان هو يجيبهم، واخدين بالكم؟ فالبارد ده تخطى مرحلة الفتور ونزل لمرحلة البرودة،
يعني زي الابن الضال مثلا لما ساب الدنيا ومشي، أو المرأة الخاطئة لما ترد يعني نزلت في الخطية لأبعد الدرجات. لكن إيه بقى اللي بيخلي الإنسان الحار بيخليه يفتر؟ الخطية، حياة الشر، إنه بيتلذذ يعني بيتجه ناحية العالم، زي ما بيقول بولس الرسول على تلميذه ديماس، يقول تركني إذ أحب العالم الحاضر، جذبته شهوة العالم فساب محبة ربنا وانشغل بمحبة العالم. هنا بقى المسيح بيقدم نفسه للإنسان الفاتر ده، إن هو إيه؟ يقول له أنا الشاهد الأمين الصادق. نسأله يا ربنا يسوع المسيح المجد ليك، أنت شاهد وأمين وصادق لإيه؟ يقول أنا شاهد لمحبة الآب، محبة الآب للإنسان. ده الشاهد. طب الأمين؟ قال أنا أمين في الخدمة، لما تجسدت على الأرض خلصت الإنسان وتممت له قضية خلاصه. طب والصادق؟ قال كل اللي وعدت بيه عملته، أنا هو الطريق والحق والحياة، من يسير ورائي يسير في الطريق إلى الحق. وده كان الوعد اللي اداه للكنيسة، إن هو من يسير وراءه يسير في طريق المجد إلى العرش السماوي. هنا المكافأة بقى، المكافأة إيه؟ هيجلس في العرش مع الآب. برضو المسيح هنا بيقدم نفسه إن هو بداية خليقة الله، وبداية خليقة الله بمعنى إنه رأس الخليقة، هو أو هو أصل الخليقة، أو هو الخليقة خدت بدايتها منه، زي ما قال يوحنا في البداية، يقول إيه؟ فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان، وهكذا. لأن مشكلة الكنيسة هنا كانت الفتور، إن محبتها ما هياش حارة ومنقسمة بمحبة المسيح ومحبة العالم. والمسيح زي ما احنا عارفين بيحب ان هو ياخد قلب الانسان كله، لا يترك فيه مكان لشر او لخطيه او للعالم. وهنا بقى برضو المسيح بيواجه ملاك هذه الكنيسه، بيقول له ليتك كنت باردا. يعني لو انت بارد ما سمعش عن المسيح خالص، زي السامريه وزي الخصي الحبشي وزي الابن الضال وزي وزي وزي، كل دول ليتك كنت باردا. لو انت باردا هتحس انك انت في حالة ضعف وحالة ترك، وهتسعى انك انت ترجع لمعرفة ربنا. هنا المسيح بقى بيواجه ملاك هذه الكنيسة، بيقول له لأنك فاتر أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. الفاتر ده اللي هو الإنسان اللي كان حار وبعدين قطع صلته بمصدر الحرارة فبرد بقى فاتر، لسه ما بقاش بارد يعني. فهو عايش في وهم ان هو لسه حار، بس هو مش حار، هو ضعيف فاتر. ويقال ان الماء الفاتر ده بيثير الانسان، الجهاز الهضمي بتاع الانسان، فيعني يتعب له معدته يخليه يبتدي ان هو يرجع. في الحالة الروحية بقى، إن الإنسان الفاتر مش عارف إن هو بعيد عن محبة ربنا، متخيل إن هو لسه عايش في الوهم إن هو إنسان حار، وإنه مقبول أمام الله، وإن حالته جيدة، ولا يشعر بأي احتياج للمسيح، وراضي عن نفسه للأسف. لكن المسيح بقى يجي إيه؟ يحط له مراية فيكشفه. أنت تقول أني أنا غني وقد استغنيت، ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك الشقي والبأس وفقير وأعمى وعريان. كل ده، كل ده هو مش شايف ده كله، هو متخيل لسه موهوم وفاكر أنه هو في حالة حرارة. هنا المسيح بقى بيقول له أنت ما تقدرش تستغنى عني، أنت فاكر أنك تستغنى، أنا أصل الخليقة، أنا بداية الخليقة، ما تقدرش أبدا تقدر أنك أنت تبقى لوحدك، لازم دايما هتبقى شاعر أنك محتاج ليا.
يقول له أنت الشقي، يقول له مهما يعني تعيش في ملذات في هذا العالم، لكن قدام المشاكل وقدام الأوجاع والأتعاب والأمراض والعالم مليان بالآلام، والمسيح بيقول إنك أنت تصبح شقي لو أصابتك هذه الآلام بدون تعزياتي، والعالم مش هينفعك. ويقول له أنت كمان فقير، فقير مهما امتلك من أموال ففي المشاكل ما بيحلهاش المال. بأموالنا مش هنقدر نشتري الملكوت ولا الأبدية، احنا ولا الصحة، حتى صحتنا على الأرض ما نقدرش نشتريها بأموال. وبائس يعني يعيش بدون تعزيات، فالله مصدر التعزيات. وأعمى لا ترى الحقيقة، وعريان إنك عدو الخير بيسهل لك، عدو الخير بيسهل لك طريق الخطية. رغم كل هذه الصفات الصعبة اللي شخصها له المسيح، لكن يرجع يقول له إيه؟ يقول له إني كل من أحبه أوبخه. نقول له يا سلام يا رب، بعد كل الأوصاف دي أنت لسه بتحب هذا الإنسان؟ يقول آه بحبه، رغم من فتوره ومن ضعفه لكن بحبه. وبعدين يديله العلاج، يقول له كن غيورا وتب، يعني امتلئ بالغيرة، امتلئ بالحرارة، امتلئ بالحيوية، وارجع تاني لمحبتك اللي كنت عايش فيها الأول وقدم توبة. ولو كنت محتاج يقول له أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. طب ما هو فقير هيشتري ازاي؟ يقول لك لا، هو هياخد مني مجانا، لكن أنا عشان ما احرجوش وأقول له إن أنا هعطف عليك مجانا، فأنا يعني بقول اشتري يعني كرامة لي بس. يعني المسيح قال من سألك فأعطيه، يعني المسيح بيعطي مجانا ما بيكلفش حد حاجة. وهنا الذهب ده يشير للحياة السماوية أو للمسيح نفسه. طب يا رب انت عارف ان هو فاتر وان هو ضعيف وان هو عايش حياة فاترة، طب ازاي هيرجع لقلب التوبة؟ طب اذا كان هو مش حابب التوبة ديت، يقولك يغصب نفسه عليها ويصلي بلجاجة، بعد شوية لما يحب الحياة دهيت هيمارسها عن حب مش عن تغصب ومش عن إجبار. طيب حياة التغصب دي هل ما فيهاش تعزيات؟ لا طبعا فيها تعزيات وفيها فرح، خاصة لما بيقول أتعشى معه وهو معي. فهنا تبتدي بقى الحياة السماوية بالتعزيات اللي المسيح بيديها لأولاده هنا على الأرض. وبعدين الوعود الجميلة اللي المسيح بيديها، بيقول من يغلب سأعطيه أن يجلس معي في عرشي، وثيابا بيض لكي يلبس فلا يظهر خزي عريتك. يعني هنا الوعد بالجلوس في العرش وبالثياب البيضة. والثياب دي بتفكرني بالابن الضال لما رجع وازاي ابوه لبسه الحلة الاولى. فهكذا المسيح يستر على الانسان حتى على الارض، مش في السماء بس، وعلى الأرض كمان ياما ربنا بيستر على الواحد عشان ما يتفضحش. وهنا بقى تقول لي طب ده العرض ده عظيم جدا، إنه هيجلس في العرش السماوي، دي حاجة ليه الملاك بيوعده وعد عظيم كده؟ أقول لك لأنه هو حالته أصعب الحالات. يعني إحنا مرينا على الكنائس السبعة كلها، دي آخر واحدة ما لقيناش حد في ظروف أصعب من كده. كنيسة فيها فتور وفيها برود وفيها ترك محبة ربنا وفيها ضعف، فمحتاجة قوة، محتاجة نعمة تشيلها تنتشلها يعني. وبعدين إيه تاني؟ طيب بينصحه بيقوله كحل عيناك بكحل لكي تبصر. هنا بيتكلم عن الكحل، ده مادة طبية بتحسن النظر، يعني بيحطوها في عينيهم
عشان وكانت مدينة لوديكيا مشهورة بالصناعة دي بالكحل ده هو اللي بيصلح النظر. ويمكن ديت لأن المسيح قبل كده وصفه وقال له إنك أنت أعمى، فعشان كده بيعالج له حالة العمى اللي عنده. هنا مقصود بالامتلاء بالروح القدس، يعني علاج العمى إن هو يمتلئ من الروح فيأخذ استنارة ويبصر حقيقة نفسه. والموضوع ده عاوز نقاوة القلب بالتوبة واللجاجة في طلب عمل الروح القدس. فيعني أراجع تاني الجزء الأخير ده، إن الخروج من حالة الفتور عايز تغصب على حالة التوبة. طيب إيه اللي يخليني أغصب نفسي على التوبة؟ إن الواحد يبقى حاطط قدام عينيه الأبدية، يخاف لا يكون مصيره الأبدي مش حلو. والصلاة بلجاجة، طيب وإيه اللي يدفعني لكده؟ الشعور بالاحتياج، إن عطش أحد فليقبل، يعني تشعر إنك أنت حالة العطش دي لا تحتمل. يعني ممكن الواحد يصبر على الجوع يوم واثنين وثلاثة وعشرة ممكن ما يأكلش، لكن إلا العطش، الواحد لما يعطش يبقى مش قادر، عايز يشرب حاجة. فيبقى الإنسان عنده عطش للحياة الروحية، زائد الروح القدس اللي بيعطي الإنسان استنارة ويفتح له بصيرته الروحية. وبعد كده النقطة الأخيرة بتيجي بقى حلاوة العشرة مع المسيح، والتغصب بينتهي وبيبقى الإنسان عايش في متعة وفي لذة، في لذة العشرة والحياة مع المسيح. ونلاحظ هنا الوعد اللي بيديه المسيح، ما بيقول من يغلب، حكاية يغلب دي بتوري لي ان احنا عايشين في صراع وفي غلبة في نصرة، والصراع بين الحق والباطل، بين المسيح والعالم، بين الشر والخير، صراع. لكن الحق بينادي علينا وبيدعونا ان احنا نتمسك بيه ونثبت فيه ونتلذذ بالعشرة معاه ونعيش في فرح حقيقي على الأرض. والمكافأة إن الإنسان يبقى له مكانة في عرش الله، أتعشى معه وهو معي. دي تعزيات بقى يعني. وبعدين الآباء يقولوا ده مش في السماء بس، ده هنا كمان على الأرض الإنسان يجد تعزيات وعشرة طيبة مع المسيح. يجلس معي في عرشي كما جلست أنا مع أبي في عرشه. هو عرش واحد يعني، ما فيش عروش كتيرة. وعامة كلمة عرش تعني السلطان والمجد والكرامة، يعني ما تعنيش مثلا كرسي حد قاعد عليه أو بتاع، لا، لكن تشير للمجد وللكرامة وللعظمة بتاعت الإله. يعني المسيح لما اتجسد أخلى ذاته عن هذا المجد، لكنه لما صعد للسماء عاد إلى هذا المجد مرة أخرى. أنا مزمع أن أتقيأك. المشكلة هنا أن الملاك ده كان بعد ما كان حار قريب من ربنا دخل في حالة فتور، يعني ترك محبة ربنا وانجذب للعالم. فالمسيح بيحذره بيقوله لو استمرت في عنادك وفي إصرارك ده هوت، فيعني يتقيأوا يعني هيرفضوا للأبد خلاص، يعني ما يبقاش فيه فرصة تانية. يعني لو انت مش عايزني انا ما زلت برضو محافظ عليك وعايزك، بس لازم ايه ترجع. فاحنا عايشين في المسيح بحريتنا، لو عايزين نسيبه هو يعني ممكن هيسيبنا، لكن مش هيسيبنا للأبد، يعني هيدنه برضو يندهنا ويجري ورانا ويدعونا تاني ويطلب مننا احنا نثبت فيه وهو فينا. الثبات في الله ده طلب المسيح، ان احنا نثبت فيه وهو يثبت فينا. دي رغبته، دي امنيته يعني. لكن اللي بياخد قراره بقى ان هو يبعد عن محبة المسيح، فالمسيح بيدن وراه يدعوه ان هو يرجع تاني ويعود الى محبته اللي فقدها وحرارته الاولى اللي كان عايش فيها. وصوته جميل أو ارجعوا إلي فأرجع إليكم، وهكذا حتى عروس النشيد زي ما بتقول إنها لما تركها العريس الشياطين ضربوها وجرحوها وبهدلوها. وهكذا كل إنسان بيفتكر إن هو هيخرج بره
محبته لربنا بيتبهدل من العالم ومن الشيطان ومن الخطية ويتجرح ويتعب، وربنا بيستخدم التأديبات دي للإنسان عشان يحس باحتياجه إنه يرجع لبيت الآب. وبيبقى الآب قاعد مستني عودة ابنه الضال، لما يرجع ياخده في أحضانه ويقبله، وصوته الجميل بيقول ارجعوا إلي فأرجع إليكم. وكده احنا ختمنا الإصحاح الثالث، وربنا يبارك في حياتكم. لإلهنا المجد والكرامة في الكنيسة إلى الأبد.